لسه الحقيقة الموقف المحترم للكبير قوي محمد سلام عامل جدل بين وسط الفني والنقاد بعد اعتذاره عن مسرحية هزلية كوميدية هتعرض في موسم الرياض. هو اعتذر عنها تعاطفا مع أهالي غزة اللي بيواجهوا عدوان همجي لليوم 20 على التوالي. الجدل استمر النهاردة بعد قرار الراجل ده، والجدل وصل طبيعي إلى مرحلة التشكيك في النوايا واتهامه بأنه عايز ياخد اللقطة والترند زي ما كتب أو قال الكاتب السيناريست تامر حبيب اللي قال ممكن والنبي لما حد فينا ياخد قرار ياخده وساكت، مفيش داعي يعلنوا على الملأ على جميع وسائل النيلة، ده لو كان مش عايز يعمل شو ويبقى ترند، أما لو كان من الصنف الثاني اللهم احفظنا يكشي ولا بلاش اسكت يا لساني. ده اللي قاله الأخ تامر حبيب، بينصح ان يعني طب بلاش تامر، يعني نعدي تامر كده لأنه يعني تامر يعني راجل، بس تامر ما كل واحد حر. ايه رأيك انت لما كنت بتحط كحل او حطيت اللي بيحطوه فوق العين اسمه ايه شادو او حاجة زي كده والناس طلعت مسكتك، قلت لهم ما كل واحد حر، كل واحد حر يا تامر. لما لبست حلق والناس مسكوا لك الحلق برضو قلت لهم كل واحد حر. طالما يا جماعة بتكلموا على الحرية، حرية ان انا احط اي شادو في عيني او احط شف احمر شفايف او اركب صدر وتقولوا انه حر، طب لما الناس التانية تعمل حاجة تانية ما تخليهم احرار برضو، ايه رأيك يا تامر؟ يعني ليه الحرية لازم تبقى على مقاس كنتو؟ وده سؤال لتامر ومن وراء تامر، ليه الحرية بتبقى على مقاس كنتو بس؟ لما تلبسوا حلقان وبراهات تطلع تقول انا حر، لما تبوس واحدة في الشارع او واحدة تطلع مع الرية وفي خاد وبتاع تقول يا جماعة دي حرية. طيب ولما احد يطلع يقول انا بعتذر وبتاع تقول يا جماعة اعملوا ده في الدرة. طب انا بقى بقول لك لو هنمشي على القياس بتاعك يبقى حضرتك لمؤاخذة كل تصرفاتك بقى كلها وتصرفات زمايلك مش انت بس لوحدك، يعني الست اللي عايزة تلبس فستان من تحت لفوق لحد هنا متعري يبقى ما تطلعش بقى ما تصورش. يعني الصور دي بلاش تتصور، الصور دي بقى بلاش، عايزين تعملوا كده اعملوا معجنوا بعض، بس معجنوا بعض بايه؟ ما تطلعوش كده. ما انا همشيها لك يا تامر كده. ليه عندنا الجماعه دول دايما بياخدوا الحكايه انت تعيش حريه بمقاييسي انا، اطلع بشرب اطلع لابس ملابس داخليه نسائيه انا حر، بس لما واحد يطلع تقول لا انت تعمل الحاجات دي في كده كتيمي ليه؟ هي الحرية بتاعتكم دي شكلها ايه؟ يعني دين ابوها ايه؟ ده فبلاش انت يا تامر، بلاش انت. نروح لإناس الدغيدي اللي بتقول لك انت ايه؟ يعني هي ست إناس خبطتك كلمتين، انما انت ايه اللي دخلك في نية الراجل يعني؟ انه عايز شو وترند وبتاع، المنطق بيقول ان محمد سلام هيخسر. وحتى لو الناس النهارده بالملايين هتقول له ما كويس يا، لكن بيته خسر. مصدر رزقه خسر. أنا محترم كلام الأستاذ طارق الشناوي اللي رد على محمد سلام برد محترم، يعني أنا بحترم رد طارق الشناوي. قال له أنا لو مكان محمد سلام هعمل مسرحية وهرفع علم فلسطين وأدعو للتبرع، ده موقف إيجابي واللي هيشارك في المسرحية مش أقل وطنية. كلام الأستاذ طارق الشناوي كلام محترم، هو مختلف مع وجهة نظر محمد سلام بس بيقول له وجهة نظر تانية باحترام. وده اللي عمله ويجز في حفلته في كندا ورفع علم فلسطين وهتفه زي كده. Thank you.
مواقف كتيرة الحقيقة بين مؤيد واللي شايف اللي عمل محمد سلام بطولة وإنسانية وذوق، وبين اللي شايف حاجة تانية خالص. وإحنا عرضنا لكم أهو، أو الجراف ده معمول في القاهرة، آراء مختلفة. المؤيد حالة شيحة بتقول أبسط ما يمكن تقديمه، فدرة بتقول مصر والبلد العربية شعوبها مليانة ناس شرفها زي محمد سلام، حمزة العيلي بيقول محمد سلام إنسان نقي وصادق وموقفه حقيقي بمقام جهاد. المعارضين، طارق شناوي مش معارض، يعني طارق شناوي يعرض وجهة نظر تانية. أما صاحب أتقل دم في الوجود تامر عبد المنعم قال عادل إمام علمنا أن المسرح رسالة كفاية مزايدات. أنا يا ريت عادل إمام يبطل يعلمنا طالما أنت من تلامذته. محمد أمين راضي قال فعل غير معني وأحرج الكثير. بس أنا بقى رأيي الجزء الأخير من محمد راضي، إن اللي حصل إنه يبدو إن محمد سلام تصرفه أحرج ناس كتير قوي، وفي ناس حرجت لكن سكتت، لكن اللي محرج قوي طلع قال لك يعني انت تعمل لي فيها انك انت وطني، وما بيعملش فيها. الراجل بيتكلم بتلقائيه، الراجل خسر الملايين. ما اعتقدش يعني في واحد خرب بيت نفسه بايده، هو دماغه جابت كده. انما انا رايي ان هو احرج الكثير من، او احرج القطاع الفني كله، وهو لا يقصد ده. ظني، انا ما اعرفش، بس ظني انه لا يقصد ده، لانه ولع في نفسه، بدليل ان تركي آل الشيخ طلع، يعني طلع ما شاء الله. يعني عمرو دياب، عمرو اديب امبارح هاجمه، هاجم محمد سلام، والنهارده تركي بقى اللي بشغل عمرو قال لك بقى، يعني وده اكبر اراجوز في السعوديه، شايف ان محمد سلام تافه. 3 بليون جنيه بعد اعتذاره عن موسم الرياض، 3 مليون جنيه كان اولى بيها هو ولولاده. يعني تخيل ان اكبر اراجوز في السعوديه شاف ان محمد سلام تافه، وبيقول انه عادي جدا في ناس بتموت واحنا بنحتفل ونغني، يعني ايه المشكله؟ يعني ده اللي قاله الاستاذ تركي آل الشيخ. بيقول هناك نقطه اطلع يا تركي بقى، اطلع خش لنا يا تركي، تعالى لي بقى. بيقول هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح، وأنا في الفترة الأخيرة لم أتحدث كثيرا، وإحنا مش عايزينك تتحدث. سنة 67 عندما احتل الدول لم يتوقف أي شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء، وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها أي شيء، ودم السعودي أغلى لدي من أي شيء. عندما يزايد التافهين علينا يجب أن توضح الحقيقة. لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي أو اسم موسم الرياض في أي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر، وإلى متى السماح للغلط على شخصيات اعتبارية في بلادي أو بلدي والبكاء عند الرد، وإلى متى ترهيب كل من يعلنون معنا يعملون معنا أو مش عارف يتعاونون معنا في عمل شريف مثل أي عمل آخر. لم أرى كرة قدم توقفت مثل وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية أيضا. أعتقد المواطن العربي أصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن، لقد أصبح الوضع مكشوف تماما وبنفس الأدوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الأشخاص، لكن السعودي وأنا منهم مشغول بتطوير بلده ونهضتها ومرحبا بكل زائر. معلش يا تركي، يعني بس أنت محتاج تذاكر من جديد. مين المدرس الجبان الجزمة اللي علمك؟ مين اللي قال لك ياض ان في 67 لم يتوقف اي شيء؟ مين اللي قال لك؟ انت ذاكرت تاريخ؟ مين اللي قال لك انه لما حصلت حرب لبنان لم يتوقف اي شيء؟ انما السؤال هو حربت امتى بلدك 7 سنين؟ انت بتقول ما تحط البتاع والنبي الله يخليك. امتى السعوديه حربت 7 سنين؟ بيقول و67 عندما احتلت الدول لم يتوقف اي شيء، وحرب لبنان، وعندما حاربت بلدي 7 سنوات. فين يا هلا؟ فين بلدك حربت 7 سنين دي؟ الا اذا كانوا 7 سنين في العطارين في الهبل. امتى السعوديه؟ ده الحرب العالميه الثانيه كانت 5 سنين،
ده الحرب العالمية الأولى كانت 3 سنين، ده حرب أكتوبر كانت 24 يوم، ده حرب 67 كانت 6 أيام. إمتى؟ إمتى إمتى يا جماعة؟ والله أنا حد يعلمني التاريخ يا جماعة، أنا جاهل في التاريخ. إمتى السعودية حربت 7 سنين؟ 7 سنين كنتوا بتواجهوا عدو على الحدود. أنا ما أعرفش الحاجات دي يا جماعة، ما تقولوا لي، علموني التاريخ، والله العظيم حد يجي يدرسني تاريخ من جديد. متى حاربت السعودية 7 سنين؟ انت فهمت، انت تقصد اليمن، ودي حرب. انتوا رحتوا اعتديتوا على شعب اسمه اليمن، مرمطتوا بيه الارض ودمرتوا البنية الاساسية بتاعته، واللي كان بيزقكوا على الحرب دي كانت الامارات. دي حرب 7 سنين. وعندما حاربت بلدي، يا ولد يا ولد، تركي آل شيخ بيقولك عندما حاربت بلد 7 سنين لم تقف أي شيء، ودم السعودي أغلى لدي مش عارف إيه، ولما 7 سنين كانت السعودية بتفشخ فيهم اليمن. ما ده اللي لسه بقوله. لما كنتوا بتحاربوا الحوثيين، لما الحوثيين كانوا مرمطينكم هناك، لما الحوثيين كبدوكوا خسائر وخرجوكوا منها، يعني أفاكوا يقمر عيش. يا جدع حرب إيه بس؟ متقالوا بقى شوية. على رأي الدكتور عبد الله النفيس الله يمسيه بكل خير، يقول لك إن الراجل الوزير الإماراتي جاي مع كم طيار إماراتيين، يقول لك يستعرض قواته العائدة من الإمارات. قال يا شيخ حرام عليكم المبالغات دي، قوات اللي الإمارات في 7 سنين، 7 سنين. قال لك وعندما حاربت بلدي 7 سنين، يا ولد كفاية كذب. ولذلك في تاريخ الشعر العربي أكبر غرض، الشعر له أغراض كتيرة جدا، الرساء ومش عارف إيه والحاجات دي والحب، أكتر غرض اتكتب فيه شعر عربي الفخر، الفشخرة، ونشرب إن وردنا الماء مش عارف إيه، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، فشخرة. وهو أصلا بيدب على قفاه، فشخرة. يعني تخيل حاتم الطائي بينضرب المثل لأنه جاله ناس جعانة فملقاش حاجة يأكلهم فذبح حصانه، وبعدين قاعد يأكل الناس من الحصان بتاعه. قال طب ذنب الحصان إيه؟ قال وبعدين راح أكل قرية من نفس الحصان وهو ما كلش. طب المصلحة بقى إيه بقى؟ يعني خلاص الناس كلت وشبعت ونامت، حضرتك هتروح وتيجي إزاي بقى؟ يعني الحصان أنت ذبحته، هو نفس القصة. وبعدين أنت معلش يعني، هو أنت تركي مش عايز تخلص من الجهل اللي جواك؟ كيف تصف يا راجل يا شوال الرز اللي ماشي على الأرض، كيف تصف فنان بأنه تافه؟ هو شايفكم كده، ودي رسالة للفنانين، أنه شايفكم أراجوزات تافهين. هو والله يقولك تافه. ما هو ده محمد سلام زيه زي أيوم فؤاد، زيه زي طبعا ما احترمنا للكل، يعني دول التافهين اللي انتوا بتستخدموهم عشان تروجوا بيهم لمهرجان الرياض. اذا وصفت واحد فيهم بانه تافه يبقى الباقي تافه. والنبي ما حدش يطلع يعمل زي بيومي فؤاد كده يقول لك بيومي فؤاد ينفي وصف تركي آل شيخ له بالتافه. لا، هو 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 شايفكم كده، شايف نسوانكم لحم رخيص، وشايف كبيركم تافه اراجوز يضحك. هو ده، هي دي الجزء اللي جوه الجاهل اللي جوه، اللي ما يعرفش يقف قدام فنان حتى لو بيقدم دور صغير قوي، حتى لو كومبارس العالم بيحترمه جدا وبيقدره، ولولا الكومبارس ده الفيلم مش هيبقى كويس. شيء والله العظيم، زي ما الحكام بتوعنا شايفين الصحفيين شويه ارزال على راي السادات، هم دول شايفين الفنانين على انه خد يا تعالى خد قاعد وكل كل. انا شفت ده بعيني، اقسم بالله العظيم شفته ببيت امير سعودي، ممثل دخل وقعد يقول له احنا كويسين وعاملين عرض كويس في اسكندريه، قال له خش تعشى، خش تعشى. وللاسف احنا اللي لخصنا نفسنا، وهو ده اللي عمله تركي مع انغام، انه شايفها في الاخر، سوري مش مع انغام، مع امال ماهر، هو شايفها في الاخر ايه؟ مزة صوتها حلو بس.
إنما اللي حقيقة يعني اللي أسفل من تركي الشيخ وأحط مستوى في الآراء هو أبو حملات إبراهيم عيسى اللي طالع يزود على عمرو أديب وأذور ويرد. يعني اسمع كده، اسمع كده إبراهيم عيسى بيقول إيه؟ نوع المزايدات ده اللي عايز يوقف الحياة يعني. وطبعا في ناس تحب يعني، لأن الناس بتحتقر الفن والفنانين أساسا، الطرات الإسلامية، وبعض للأسف حتى الفنانين نفسهم شايفين مهنتهم حقيرة، يعني بعض الفنانين شايفين مهنتهم حقيرة وحرام، فعندهم الصراع ده طول الوقت إنه الفن ده ما يتعملش في الأوقات اللي فيه الأزمة والحرب والبتاع كده يعني، فيقعد بيزايد برضه خش المزايدة ده. طب أنت رأيك إن أنت يعني حتى لو أنت فنان يعني أو مشتغل بالتمثيل وبالفن وبتحتقر الفن، ده موضوعك مشكلتك يعني، عندك صراع نفسي زي اللي بيبيع خمرة في الفندق كده وعنده مشكلة نفسية إنه إزاي بيبيع خمرة بينما الخمرة حرام ومش عارف إيه وكلام من ده، فدي مشكلته بالظبط، ده مشكلته المتصور بيبيع حاجة حرام، فعنده عقدة الذنب دي كأنه هذا العمل عمل يعني غير شريف أو عمل يعني مهين أو عمل غير مهم، إنه تهريج يعني، فما ينصحش نهرج وفي حرب وإخواننا بيموتوا. يا راجل إيه ده؟ إيه ده؟ يعني ينتمي إيه لفصيل إيه ده؟ طبعا ده ينتمي لتخلف ثقافي هائل موجود في المجتمع بشدة يعني، لم يترك أحدا يعني إلا وأمرضه بمرض العوار العقلي ده. لكن في المحصلة أنا مش لاقي وصف للراجل ده، مش لاقي له وصف. يبدو أن كمية الشحوم يعني وأنا بهدلته على قناتي من شوية، لكن أنا بس عايز أقول له يعني برضو يعني اللي عايز يسمع ردي على الكلام الهبل اللي بيقوله إبراهيم عيسى ده يروح لقناتي، هتلاقي الفيديو موجود على إبراهيم عيسى، وبكرة أنا عامل عليك سهر يا إبراهيم وأنت اللي هترد على نفسك. أولا يا إبراهيم أنا قلت لك على القناة لو أنت ما سمعتش أنا بسمعك تاني، إن الفن في أنواع كتيرة جدا للفن، وإن كل مقام مقال، وقلت لك كده بالنص، ما ينفعش أدخل عزا أضرب لي من العوج من بتوع إسماعيل ياسين، بس ينفع في العزا أسمع لصوت الشيخ عبد الباسط أو الشيخ مصطفى إسماعيل وهو بيتلو آيات القرآن بمقامات موسيقية فن برضه رائعة. أنا قلت لك الكلام ده بس أنت بتسمعش الكلام يا أبو لحم ومخ تخين. الراجل ما قالش الفن حرام، الراجل كل اللي قاله ان انا ما ينفعش اضحك وفي عيال اطفال، ما قالش الفن حرام. وقلت لك على قناتي لو ان تركي آل شيخ اللي هو القواد ده اللي قصدي بيه قصدي قائد القائد قائد الترفيه في السعوديه دعا الى عمل لفلسطين هيروح الاف من المصريين ببلاش وعلى حسابهم ومنهم محمد سلام فن برضو. وقلت لك على قناتي انه لما حصلت ضربة غزة الاولى اتعمل على دار الاوبرا المصرية عمل فني ضخم جدا، مش مهم خلاص انا هو هيشوفها، عمل فني كبير جدا كان فيه كل فنانين مصر وكان على رأسهم الاستاذة هدى سلطان بتغني بعد سنوات من قطاع الفن. الراجل اللي جاب الفن حرام ولا عنده مشكلة مع الفن، انت اللي عندك مشكلة مع الفهم. تعالى كده خلي الراجل ده بتاع هشك بشك ده يدعو الى عمل فني لنصرة فلسطين، محمد سلام هيروح. وبعدين هسألك سؤال جاني دلوقتي من الشيخ عصام تليم، انت وتركي آل شيخ، لو ان الملك سلمان مات دلوقتي مش هيتأجل موسم الرياض؟ والله سألوه لي الشيخ عصام، لو أن الملك سلمان فطس دلوقتي مش هتلغوا مهرجان الرياض؟ هتقول لي بس أصل ده مات. طب ما هو التانيين بيتقطعوا، ما هو ده موت وده بالعكس ده كقتل، والملك سلمان عنده 90 سنة بينما بنتكلم على أطفال. لو أن الملك سلمان مات مش هتوقفوا الدنيا؟ ده أنتوا الملك عبد الله لما مات، لما الملك عبد الله لما مات النايل سات كلها وقفت كلها، الملك اللي قبل عبد الله الملك فهد كمان
لما الملك فهد مات انا قعدت ادور على قناه على النايل سات اشوف فيها فيلم اشوف فيها اغنيه كلها صوره الملك فهد وقران كريم. يا كدابين. واحد مات او الملك سلمان عنده 100 سنه دلوقتي، لو مات دلوقتي مش هتقلبوها عزف في النايل سات كلها؟ مش هتاجلوا موسم الرياض كله؟ ولا هنطلع بقى نضحك الناس؟ ما ترد يا ابراهيم عيسى، ما ترد، انت ازاي وصلت للمرحله دي؟ اتحداك اذا مات الملك سلمان دلوقتي هيتلغي مهرجان الرياض السنه دي. اتحداك النايل سات كله هيبقى قران كريم وصوره الملك سلمان، مع انه عنده 90 سنه او 95 سنه. بنحكي على اطفال يا راجل، رضع بيموت يا راجل. بيقول لك ما اطلع ما ضحكش. طب انا بقول لك اهو، اعلن دلوقتي عن ان السعوديه هتدفع فلوس وهتعمل عمل لصالح فلسطين وتدعو فيه كل فنانين العرب. اذا ما راحش محمد سلام بكره على حسابه، مش محمد سلام بس، هو كل الناس الفنانين هتروحوا على حسابهم ومش هيعوزوا منك مليم. الفن قماشه واسعه جدا، لكن انت بتقول ايه وقت ايه؟ ده حضرتك من انصار البوسه في السينما حلال وعادي جدا، لكن لو مش في السياق الدرامي البوسه دي يبقى فيلم بورنو، مش انت بتقول كده؟ وبعدين ما تزعلش قوي، انت شايف انه في ناس عندها مشكله مع الفن؟ طب ايه رايك ان عمر الشريف عنده مشكله مع الفن؟ عمر الشريف هو صاحب مبدا اللي قال لك انا مش فاهم يعني ايه احفظ سطر او جملتين واروح اخد فلوس كتيره. اهو اسمعوا. انا طول عمري مقتنع انه ايه الواحد يكسب الفلوس اللي انا بكسبها عشان بحبط كلمتين واروح اقولهم قدام الكاميرا. مش مقتنع ان دي فلوس حلال. يعني شوف قد ايه. لا يا راجل، يعني والله العظيم متهيألي انا ان دي فلوس حرام. لما بشوف الناس اللي حواليا اللي تعبان واللي عبقري واللي بتاع واللي ميت من الجوع وبتاع، اقول انا عشان بعمل بلياتشو قدام الكاميرا يقوم يدوني بتاع المبالغ الفظيعه دي، يعني بالنسبه للي بيكسبوه بقيه العالم. ايه رايك يا ابراهيم؟ ابراهيم عمر الشريف ممثل صغير تافه؟ عمر الشريف اسلامي؟ ده عمر حته ربنا دي مش يعني مش قوي عنده. ايه رايك؟ الراجل طول عمره مش مقتنع ان هو بياخد فلوس كتير جدا ويروح يقول كلمتين وفي عبقري بيموت من الجوع. الفرق بينك وبين عمر الشريف هو فرق بين بني ادم حقيقي حتى لو ملوش ديانه بالمناسبه يعني، وبني ادم كذاب. انت بتدافع عن السعودية ليه؟ بتدافع عن السعودية ليه؟ مش انت يا ابراهيم اللي كنت بتتهم الحكام العرب بان بتحركهم تل ابيب؟ بكرة يا ابراهيم هستناك، تعال لي بقى عشان هطلع من كلامك انت عندما ادنت الحكام العرب في 2005 وقلت عليهم كده بالنص ان اللي بتديرهم اسرائيل هم نفس الحكام العرب.